اتعذبت، اتعذبت كتير يعني. كنت انه اتمنى ما ارجع لليل كمان، تعرفت عليه يعني. طلعت، مو انه طلعت مع مرتين ثلاثة على كافي شوب، على مطعم، تعرفنا على بعض وحكى لي انا بدي اياك بالحلال، بدي اياك انه تتركي الليل. انا الصراحة انبسطت، قلت يعني انه الله بعت لي ابن حلال. اوكي، عملنا الاوراق، تزوجنا نظامي بالمحكمة وكل شيء. طبعا حكى لي انه انا متجوز، عندي 4 اولاد لساته صغير، يعني انه مواليد 81. تجوزته، بعد شهر تغيرت معاملته، صارت تتصل فيني مرته، كلام وما كلام كذا وهيك، تعبت. بقى هو كان يسافر يخليني انا لحالي بالبيت، يعني انه بيأمن لي انه اكلي وشربي وكل شيء واجار البيت دافعه. تاني شهر صرت اشحد، كانت هون في الي صاحبة من حمص متجوزة اردني وما شاء الله عليها، يعني انه احوالها احسن من احوالي. صرت اروح لعنده مشان شو؟ مشان اكل. كان يبعث لي حوالي، تصوري، شهر 30 دينار. كنت الخبز يعني انه مثل اللي يصير، عم بحكي معك عن جد، الخبز مثل انه يعجن، الباذنجان يعني شوفي انت الباذنجان يضل شهرين. اجي انا يعني انه مشان ما اعمل شي غلط، اجي بقشر وبقلي وباكل هيك بس انه لقمة. وتركني فترة رمضان، كنت صوم برمضان، كنت صوم. بنت حلال كانت تحكي معي، تحكي لي حلا وينك، بحكي لها بالبيت، تحكي لي اليوم عزومة لعندي على الفطور. طبعا وقت اللي بروح لعندها تحملني غراض ويعني اكل وما اكل وكذا وهيك، وقت اللي انا بقول ما عندي مشان اجي لعندك، ما عندي اجار تاكسي. وعن جد بروح لعندها لهنيك، هي تدفع اجار التاكسي، وبالترويحة بعد انه على السحور بتسحر عندها، يجي جوزها ابن الحلال يوصلني على بيتي. وحكى لي انه هي البنت لا، لا تروحي لعندها، مع انه هي كانت تساعدني. اول ما انه خطبني كنا نطلع، يعني نطلع على مطاعم، نسهر، نروح على ديسكوهات هيك، يعني انه سهرة. بعد ما انه كتب كتابه علي، قال لي حلا بدي منك شغلة. قلت له شو؟ يعني انا خلص انت زوجي اللي بدك اياه. قال لي بدك تتحجبي. قلت له بدي اتجلبه. قال لي طيب ماشي، تحجبت وتجلببت والتزمت بالبيت، يعني التزام كامل. يعني عشت معه 3 شهور بعدين طلقني لحاله من ولا شيء. حكى لي انت بالاول وبالاخر بنت ليل، انا اخذتك من الليل، انا سترتك. طيب اوكي، ما انت شفت انا شو، يعني لا عم فوت لا عم بطلع، لا تليفوني الرقم كسرته، حطيت رقم جديد، ما عطيت رقمي لحدا، ارقام الزبائن كلياتها يعني مسحتها. يعني ما ضل اي وسيلة انه استمر معه. حملت منه، نزلت على سوريا وسقطت، لانه لو انه ضال، لانه الولد ببطني مين بده يعيشه؟ انا بدي احمل انه كمان هم علي. اختي دكتورة نسائية، رحت لهنيك عملت الكورتاج وسقطت 20 يوم. كانت احداث، وكان يبعثني عادي يحكي لا روحي، يعني عادي. هذا الانسان ما بيستاهلني. انا تحملت كتير وقلت يلا، وحدة انه بس انه تدور انه السترة، يعني انه تخلص من قرف الليل.
بعدين شفت انه طريق مسدود، يعني انه هو اخذني كمتعة، بس متعة 3 شهور.